عقد وزير السياحة المهندس بشر اليازجي والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل اجتماعاً مع أصحاب مكاتب السياحة والسفر وشركات النقل والتسويق السياحية وأصحاب الفنادق في مبنى وزارة السياحة لمناقشة التحضيرات لفعاليات معرض دمشق الدولية. اليازجي أكد أن المعرض فرصة مهمة جداً لغرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة لإعادة نشاطهم إلى سابق عهده، لافتاً إلى أن الاجتماع حدد لوضع أوراق العمل الخاصة بالمعرض ومناقشتها في اجتماعات لاحقة، كما دعا إلى الترويج للمعرض ومشاركة الوزارات المعنية من خلال حملات إعلامية مدروسة ومشاركة أصحاب مكاتب السفر بتقديم حزمة تسهيلات وأسعار مقبولة. اليوم نشهد إقبال كبير أيضا خلال ما ذكر من خلال مكاتب السياحة والسفر من قبل السوريين وأيضا من قبل كافة الراغبين بالقدوم إلى سوريا خلال فترة المعرض، لذلك كان لابد من الوقوف على واقع عدد ليالي الفندقية المحتملة، الخدمات التي بدأ أصحاب مكاتب السياحة والسفر إن كان بجانب الترويج أو إن كان بجانب عدد الأسرة المتاح خلال فترة المعرض أو إن كان البرامج التي ستكون مرافقة لفترة المعرض. وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل أشار إلى أن هناك نشاطات مهمة مواكبة للمعرض ومرافقة لها كمعرض الزهور ومعرض الصناعات التقليدية والنسيجية والكيميائية ومعرض الكتاب وأنشطة فنية، إضافة إلى خدمات النقل المجانية من مناطق في دمشق وريفها. الاهتمام الحكومي اليوم بمعرض دمشق الدولي اهتمام كبير، وزارة السياحة مشكورة الحقيقة، وفرت لنا فرصة كبيرة اليوم للقاء بعدد كبير من الفعاليات المعنية بالقطاع السياحي في سوريا، سواء من أصحاب المنشآت السياحية أو الشركات السياحية وشركات الخدمات الأخرى العاملة في القطاع السياحي. الحقيقة نقاشات ومقترحات هامة جدا تم طرحها من السادة الحضور، وكلها رح تغني عملية التحضير لمعرض دمشق الدولي. ممثلو الفعاليات المشاركة أكدوا في الاجتماع أهمية المعرض وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، مقترحين طرح أفكار للدعاية الداخلية والخارجية للمعرض وترويج برامج للأماكن السياحية. اليوم نحن كأصحاب فعاليات بدمشق وبسوريا أصلا كلياتنا، ونحن كغرفة سياحة دمشق وغرفة واتحاد غرف السياحة، من أكبر مهمة عنا إياها، وبتصور رح تكون مانا سهلة بس مانا صعبة علينا، إنه نحن نقدر نساعد حي الله سائح أو حي الله شخص بحب يجي على المعرض، بحب نرجع المعرض لوقت ما كان وأحسن إن شاء الله، ونحن سوريا بخير. افتتاح المعرض والترويج له بهاللحظات وبهالوقت العصيب هو دليل على أنه سوريا متعافية، وسوريا إن شاء الله ستكون أجمل وأفضل، وترجع لنا أغاني فيروز في معرض دمشق الدولي، وترجع لنا الحفلات، ويرجع لنا الألعاب اللي كانت تنوجد، والترويج اللي كان يكون للصناعات اليدوية وللصناعات العالمية. يذكر أن دورة معرض دمشق الدولي ستقام في الفترة بين 17 و26 من شهر آب القادم على أرض مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي.